السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا موقع كويس جدا عشان معرفة المسار بتاع الشمس والظل هيبقى عامل ازاي. طبعا أول حاجة بتعملها إن أنت بتحدد البلد، طبعا بتختلف تماما زي ما أنت شايف. مجرد إن أنا بختار البلد من هنا بيبدأ يتغير الشكل بتاع الشمس والزاوية بتاعته بتتغير حسب ما أنا بختار. طيب لو أنا اخترت القاهرة غير لما اختار طبعا أسوان، غير لما اختار الأقصر، غير لما اختار اسكندرية وهكذا. طبعا ده بيختلف تماما طبعا لما تروح لدولة تانية، تمام، اي دولة من الدول. طيب ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز مثلا بالشكل دوت، فيبدأ يغير لك الشكل بتاع الزرار. ممكن تقول له انا عايزها ده شكل الشادو، انا عايز هنا شكل الخريطة اللي هنا تبقى ستريت ماب بالشكل دوت. ممكن تقول له لا ده انا عايزها اوبن ستريت ماب، فبيبدأ يحمل الخريطة. ممكن تقول له ده انا عايزها بالشكل ستاندرد، انا عايزها مثلا. عندك اشكال كتيرة تقدر تختار منها اللي انت عايزه. هنا ممكن تحمل بعض الاعدادات اللي انت عايزها، سيتنج داتا، ممكن تعمل لها سيف سيتنج او لود سيتنج، تعدل فيها زي ما انت عايز. انك تقدر تختار مثلا وقت الصيف، وقت الشتاء، وقت الربيع وهكذا. انا برضه تقول له انا عايز مثلا السولار بالشكل دوت. زائد ان انا ممكن اجي هنا اختار من خلال الخطوط طول العرض بالشكل دوت، تمام، او خلينا في ستودنت اهوت زي ما انت عايز. تغير التايم زون، تقدر تغير التاريخ والتايم بحيث تختار لقطة معينة. السولار هو ده جايب لك المعلومات بتاعته. ممكن اقول له انا عايز بقى ايه ستارت انيميشن، يبدأ يجيب لك انيميشن للحاجة اللي انت اخترتها. انا ممكن نقول له بأني شكل، ممكن نقول لا خليها بالشكل دوت، يبدأ يوريها لك بالشكل دوت. طب انا عايزها بالشكل دوت. اشكال للرؤية بحس زي ما انت متعود. ممكن اقول له زود لي الانيميشن، بيبدأ يتحرك بالشكل دوت، بيجيب لك اماكن مختلفة. طبعا المفروض ان انا مركز على نقطة واحدة، سوريا مثلا. هنا برضو تقدر تقول له انا عايز اشوفها مثلا بأي زاوية، البروجكشن بتاعي تقرب وتبعد زي ما انت عايز. العين، فيلد اوف فيو، فزي ما انت شايف اعدادات حلوة جدا على اساس ان انت توصل للحاجة اللي انت مختارها.